معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان صوم الآباء الرسل. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية المياه. القسمة تقال قسمة صوم الآباء الرسل. التوزيع المزمور 150 بالطريقة السنوي، والمدائح بطريقة صوم الآباء الرسل. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثاني والعشرون من شهر بقون المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيدين قزمان ودميان وإخوتهما أنتيموس ولوانديوس وأبرابيوس وأمهم سأودوتي، الذين استشهدوا في عهد دقلديانوس وحفظ المؤمنون أجسادهم الطاهرة. وبعد انقضاء زمان الاضطهاد تم تكريس كنيستهم في مثل هذا اليوم. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات، أوفيك النذور التي نطقت بها شفتايا الليلويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادتان فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها ويناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلكوا، بصبركم اقتنوا أنفسكم. أوه.
والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 22 من شهر بقونا، وفيه تكريس كنيسة القديسان قزمان ودميان. وموضوع هذه القراءات في هذا اليوم أحبائي بيتكلم عن الاضطهاد للكنيسة من العالم. في إنجيل القداس من إنجيل لوقا أصحاح 21 بيكلمنا عن جزئين من الاضطهاد، الاضطهاد في البداية الرسمي للمسيحية عموما، والاضطهاد الشخصي اللي هو بيأتي أحيانا من العائلة. فالاضطهاد الرسمي بيقول فيه في مطلع الإنجيل عدد 12 بيقول: وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاه لأجل اسمه. والرب يسوع أحبائي لم يخفي هذا الأمر عنا، لكن هو سبق وعطانا هذه الكلمة في يوحنا 16 لما قال: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وبيكمل في الإنجيل من أول عدد 16 ويورينا أن في كمان نوع من الاضطهاد الشخصي اللي أنا ممكن أتقابل أو أخده من العائلة. فبيقول كده: وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم. احنا بنشوف اللي هو بيأتي من خلفية وثنية أو من أي خلفية أخرى ويدخل المسيحية بيكون في اضطهاد له من الأقارب. عشان كده في اضطهاد رسمي عام للمسيحية للكنيسة، لكن في اضطهاد برضو شخصي زي ما احنا شفنا في التقسيمة بتاع إنجيل هذا اليوم. لكن في الإنجيل والقراءات عموما أشوف فيها سبع تشجيعات في وسط الاضطهاد وفي وسط الألم. أول تشجيع أحبائي في عدد 12 بعد ما قال يسلمونكم إلى المجامع والسجون، قال: لأجل اسمي. ويا للشرف يا أحبائي إن الإنسان يضطهد من أجل اسم المسيح. الآباء الرسل في سفر الأعمال إصحاح 5 لما هددوهم وسجنوهم وقالوا ما تتكلموش تاني بهذا الاسم وطردوهم، يقول الكتاب: وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. قالوا إحنا يعني فرحانين إن إحنا الرب شاف إن إحنا نستاهل نتألم من أجل اسمه. فالألم من أجل اسم المسيح يا أحبائي هو فخر، هو شرف للإنسان إن الإنسان يضطهد من أجل اسم المسيح. عشان كده ده تشجيع بتشجعني إن أنا بأضطهد من أجل أو على اسم المسيح، دي بركة كبيرة في حياتي. لكن مش بس ده التشجيع، في تشجيع آخر بيقول كده إني فيقول ذلك لكم شهادة. يعني ممكن الاضطهاد ده يوصلك للاستشهاد، وده زي ما حصل مع القديس استفانوس. اضطهدوه، هو كان إنسان ممتلئ من الروح القدس، والاضطهاد وصله إلى لغاية ما وصل إلى الرجم ورجموه. عشان كده يا أحبائي لما أنا بأصل إلى هذه الدرجة يا للعظمة وللشرف. وإحنا عارفين في الكنيسة مكانة الشهداء اللي بيقول عنهم في سفر الرؤيا: لم يحبوا حياتهم حتى الموت. عشان كده يا أحبائي ده دي مكانة كبيرة إن الواحد يصل إلى هذه الدرجة. والرب يسوع لما بيقول إني يصل بكم هذا الأمر إلى الشهادة أو يقول لكم إلى شهادة، يقصد أمرين. يقصد الشهادة على اسم المسيح اللي هو الموت على اسم المسيح، ويقصد به الشهادة باسم المسيح قدام الناس. لأن الاضطهاد والألم وأن الإنسان في ناس بتضطهدني، دي بتكون أجمل وأعظم فرصة لي إن أنا أشهد عن المسيح أمام هؤلاء الذين يضطهدوننا. عشان كده يا أحبائي بتبقى فرصة أني أتكلم عن المسيح أو أشهد عن المسيح أو أصلي من أجل هؤلاء، زي ما الكتاب قال كده: أحبوا أعداءكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. في استفانوس الشماس صلى من أجلهم وقال لهم لا تقم لهم هذه الخطية. فده دي فرصة
في أن أنا أشهد من أجل المسيح في وسط ألام الاضطهاد. عشان كده أحبائي في رسالة الكاثوليكون في تلميح لهذه النقطة بيقول فيها كده: وإن تكن سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد، ملاحظين سيرتكم الحسنة أو أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. عشان كده هم بيبقى واخدين بالهم كويس أو بيلاحظوا إحنا بيكون رد فعلنا إيه في وسط الاضطهاد. في وسط الاضطهاد أنا بقدر أشهد عن المسيح، وزي ما بيقول هنا في الرسالة: لكي يكون فيما يفترون عليكم كفاعل شر. هم بيفتروا، بيقولوا إحنا بنعمل شر لكن ده افتراء. فلما يجيلهم هم يوم الافتقاد الإلهي يقولوا آه ما احنا شفناهم وهم مضطهدين كانوا بيصلوا من أجلنا، شفناهم وهم مضطهدين كانوا بيعملوا كذا وكذا. عشان كده أحبائي دي فرصة للشهادة إن احنا مش بس نستشهد على اسم المسيح لكن احنا بنشهد بحياة المسيح في حياتنا أمام الآخرين. أول حاجة ألم أو اضطهاد لأجل اسم المسيح يقول هذا الاضطهاد إلى الشهادة، ودي طبعا أعظم بركة. المشجع الثالث الرب يسوع في هذه الفقرة يقول: ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك، ودي بيكررها مرة تانية في إنجيل العشية، بيقول هذه الكلمة: أليس عصفوران يباعان بفلس واحد وليس ولا منهما لا يسقط واحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم، وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، أنتم أفضل من عصافير كثير. عشان كده أحبائي حتى لو إحنا بنضطهد بتعمل فينا أي ألمات أو أي سيئات بتحصل، الله مسيطر والله حافظ حتى الشعرة اللي هي في رأسك. فالله هو صاحب السلطان في هذا الأمر وبيحط حدود للألمات والاضطهادات اللي هي بتوصلني. عشان كده هو الإنسان اللي بيضطهدني هو إنسان مش مطلق الحرية، مش بيعمل اللي هو عايزه، لكن الله حاطط هنا حدود. فالتشجيع الثالث بيقول: ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك. التشجيع الرابع بعديه على طول بيشير لي إلى فضيلة هي فضيلة الصبر. عشان كده بيقول: بصبركم اقتنوا أنفسكم. يعني أحيانا الاضطهاد يطول شوية أو يستمر فترة، فبدل ما أخور تحت الألم وأتعب أحتاج أن أتحلى بالصبر وأنتظر عمل الرب معي. زي ما حبقوق النبي لما شاف أن الله يعني مش سريع التدخل بيقول له يعني: لك عينان أطهر من أن تنظر إلى الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلماذا تنظر إلى الناهبين حين يبلع الشرير الذي هو أبر منه؟ ليه بتنتظر عليه؟ ليه بتستنى شوية كتيرة أو بل ما تجيب الحق بتاعنا؟ عشان كده أحبائي في هذه الشكوى اللي بيشكيها حبقوق النبي في الإصحاح الأولاني لقيه في الإصحاح الثاني بيقول: أنا أقف على المرصد لأسمع أو لأرى ماذا يجيب الرب عن شكواي. وكأنه بيقول مش هنزل من مكاني إلا ما أشوف ربنا هيجودني بالكلمة إيه أو الإجابة بتاعته إيه. فقال الرب كده لحبقوق النبي يقول له: أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها. وبعدين يقول له كده: إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. ممكن الرب يتأنى، إن توانت فانتظر أو إن تأنى انتظر، لكن مش ممكن الرب أبدا يتأخر. فيقول له: إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. فإحنا محتاجين إلى هذه الفضيلة، إلى الصبر، نصبر في الاضطهاد لغاية ما يتدخل الله بسلطانه. عشان كده يعني أذكر في مرة حد بيقول لي: صلي يا أبونا عشان ربنا يديني الصبر. فقلت له: أصلي لك صلوة كده حلوة من الكتاب؟ قال آه يا ريت. قلت له: أصلي لك أقول يا رب إدي لفلان شوية ضيق وشوية مشاكل. فقال لي: لا أنا مش عايز ضيق، ده أنا عايز صبر. قلت له: ما هو الكتاب بيقول إن الضيق ينشئ صبرا، لو أنت عايز الصبر
فخد الضيق بفرح وتحمل هذا الضيق، لأن من خلال الضيقات ربنا بينشئ فينا فضيلة الصبر. فالألمات دي أحبائي من أجل اسم الله، وبتقول لينا إلى الشهادة، وربنا وعد إن شعرة من رؤوسكم لا تهلك. والتشجيع الرابع يقول فيه إن بصبركم اقتنوا أنفسكم. وفي التشجيع الخامس من إنجيل العشية في متى 10 بيقول إن أنا المسيح سبق واجتاز في هذه الألمات. فبدأ الإنجيل بكلمة ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. واخدين بالكم يا أحبائي إن الرب بيقول لو التلميذ فضل إن هو يتصاعد في علمه مش هيوصل، وكويس إن هو يوصل بس هيوصل إلى المعلم. فالمعلم بتاعنا اجتاز هذه الألمات وتحمل كل هذه الألمات، وبيقول كده أحبائي في يوحنا 15 وعدد 18 إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني قبلكم. فعشان كده المسيح اجتاز هذه الألمات وهذه البغضة وإحنا أولاده. بيقول إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالحري أهل بيته، إن كانوا عملوا مع المسيح، إن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب اللي هو الرب يسوع فكم يكون باليابس. فالرب يسوع اجتاز جاب لينا كل هذه الألمات كل هذه الضيقات، ولما قال في العالم سيكون لكم ضيق كان جاب ليها وسبق وقال في نفس الآية دي أو الآية السابقة لها مباشرة كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق. فاحنا لينا في المسيح سلام ولينا في العالم ضيق، ولو خدت سلام المسيح اللي ليا في المسيح ودخلت به إلى الضيق الذي في العالم فأنا هغلب العالم زي ما هو غلب. قال كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، خد السلام ده اللي ليك فيا وادخل به في الضيق والألم بتاع العالم واثقوا أنا قد غلبت العالم. التشجيع السادس يا أحبائي أخذه من إنجيل باكر في إنجيل مرقس إصحاح 8 وسميه خلاص النفس في وسط الاضطهاد. بيقول كده ودع الجمع من تلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. ودي خلاص النفس يا أحبائي اللي قال عنها القديس بطرس الرسول في الرسالة الأولى إصحاح 1 وعدد 9 نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. أنا إيه اللي أنا محتاجه تاني أكتر من خلاص نفسي؟ فالاضطهاد والألم هو ده اللي بيساعدنا على خلاص النفس. لكن آخر تشجيع أو التشجيع السابع باخده من رسالة البولس من رسالة روميا إصحاح 8 بقول دلوقتي في ألم لكن فيها ينتظرني مجد سماوي بعد كده. بيقول كده في عدد 17 و18 في رسالة البولس فإن كنا أولاد فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يعني احنا هنا بنتألم مع المسيح وبرضه في السماء نتمجد مع المسيح لأننا ورثة الله ووارثون مع المسيح. لكن بيختم بآية جميلة بولس الرسول بيقول فإني أحسبه، وكلمة أحسبه في اللغة اليونانية جاية من اللغة بتاع الرياضة، واحد قاعد بيحسب حسابات وبيشوف اللي ليه واللي عليه. فيقول فإني أحسبه أن آلام، وبيذكرها هنا بالجمع كل أنواع الألام على كل مدار الأجيال اللي فاتت واللي جاية، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. لاحظوا يا أحبائي إن كل أنواع الألام لا تقاس بنوع واحد فقط من أنواع المجد اسمه المجد الذي يستعلن مش لنا، لا ده يستعلن فينا، في مجد يستعلن لنا. يعني شاول شاف المجد اللي استعلن ليه من المسيح،
لما قالوا شاول شاول لماذا طرد، شافوا كنور الشمس أو أقوى من لمعان الشمس. لكن المجد اللي بيتكلم عنه بولس الرسول في روميا 8 ده مجد مش هيستعلن لنا، ده مجد هيستعلن فينا في داخلنا. عشان كده يقول فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. سبع تشجيعات يا أحبائي إن إحنا وإحنا بنجتاز في هذا بحر هذا العالم والاضطهادات والألمات اللي بنجتازها تشجعنا إن الألم ده فيه البركة، ألم من أجل اسم المسيح، وألم يقول إلى الشهادة، وألم بنصق إن الرب هو صاحب السلطان وشعر من رؤوسنا لا تهلك، وإنه بيعطينا الصبر وقول بصبركم اقتنوا أنفسكم، وبينتظرنا هذا المجد العتيد أن يستعلن فينا. ربنا يبارك في حياتكم ويعطينا سلام في وسط الآلام والاضطهادات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.